اليوم هنشرح طريقة ربح مضمونة جدا ومناسبة للمبتدئين. يعني انت مبتدئ وبتبحث عن ربح بالانترنت، يبقى الشرح ده هيهمك جدا، لان الطريقة ديت ولا بتحتاج خبرة ولا بتطلب منك اي مهارة. كل مطلوب منك فقط انك تحضر موبايلك او جهاز الكمبيوتر وتبدأ في تطبيق الشرح معايا. والطريقة ديت ان شاء الله هتخليك تربح ربح حقيقي وتمسك اول 100 دولار ليك من الانترنت بدون مجهود او تعب. والشرح ده بناء على تجربتي وتجربة بعض أصدقاء اللي بيربحوا مبالغ كبيرة جدا يوميا وشهريا من خلال برنامج الوورد فقط، اللي هو متوفر على جميع أجهزة الكمبيوتر وجميع أجهزة الموبايل. وحتى لو مش متوفر على موبايلك أو جهاز الكمبيوتر، ممكن تستخدمه أونلاين بدون أي مشاكل وتبدأ في جني الأموال. وخلينا أقولك إنك ممكن تربح أكثر من 60 إلى 100 دولار يوميا وعلى حسب مجهودك ووقتك. يعني أنت لو اشتغلت أكثر من كده، ممكن ال 100 دولار يكونوا 200 دولار بطريقة بسيطة وسهلة جدا. لذلك متفوتش ولا سنة من الفيديو، لأن كل سنة هنقول فيها على بعض التريكات اللي أنا شخصيا بستخدمها لتزويد أرباحك بدون مجهود. زي ما قلنا تعالوا بنا نبدأ في الشرح. زي ما قلنا إننا هنربح من خلال الكتابة على برنامج الوورد، اللي هو متوفر غالبا على جميع الموبايلات وعلى جميع أجهزة الكمبيوتر. وحتى لو مش متوفر على موبايلك زي ما قلنا، ممكن تستخدمه أونلاين بدون أي مشاكل. تعالوا بنا نطبق الشرح دي عملي. بكل بساطة الموقع بيجيب لك أكثر من أوبشن تشتغل عليه، لكن إحنا هنختار أسهلهم واللي ممكن تربح منهم، وهي بناء على تجربتي. وهنا الموقع هيديك حوالي 6 دولارات، أي ما يعادل 100 جنيه مصري، مقابل كتابة صفحة واحدة، أي كتابة 1200 كلمة. وشوف كده أنت بتكتب كام كلمة يوميا على الفيس أو مسنجر أو تويتر. يعني الموضوع مش صعب نهائيا، بل الموضوع أبسط مما تتخيل. وطبعا في بعض الخدمات الاخرى اللي الموقع بيقدمها لك، زي مثلا لو انت صححت بعض القواعد الجرامر والكلمات هتاخد حوالي 10 دولارات. وكل الخدمات الاخرى ديت ان شاء الله هنشرحها بالتفصيل في حلقات تانية عشان ما نطولش في وقت الفيديو، تمام. وهنا الموقع هيديك حوالي 50 دولار مقابل استطلاعات الراي المدفوعه وغيرها من الخدمات الاخرى اللي الموقع بيقدمها لك. زي هنا مثلا ان ممكن تربح حوالي 40 دولار مقابل بعض التصميمات الجرافيك او الديزاين، او ممكن هنا كمان تاخد حوالي نص دولار مقابل انك تشير بوست على الفيسبوك، تمام. لكن احنا ان شاء الله هنشرح اسهل وظيفة فيهم واللي انا شخصيا بستخدمها، وهي الربح من كتابة على برنامج الوورد. وهقولك حالا على بعض التريكات اللي انا شخصيا بستخدمها لزيادة ارباحي باقل مجهود وبدون اي تعب. تعالوا بينا نعرف ازاي نسجل في الموقع. نسيت اقول لكم ان الموقع بيدفع لك ارباحك عن طريق حسابك في الباي بال، حتى لو كان مش نشط او حساب بنكي، تمام. طبعا هنضغط على الخدمة ديت وهي الكتابة على برنامج الوورد، تمام. ثم هتضغط على اكسبلور ناو، ثم تنزل الاسفل وتختار ابلاي تو بيكم. وطبعا هنا بعض الخطوات المفروض تعملها عشان تسجل في الموقع. هنضغط على ستيب 1، ثم تختار في الابليكيشن فورم، وتبدا في كتابه بياناتك بطريقه صحيحه. يعني في الخانه الاولى يوزر نيم هتكتب اسمك اللي عاوزه يظهر في الموقع، تمام. وبعدين تكتب هنا اسم، وفي اللاست نيم هتكتب اسمك الثاني، وتختار من هنا عمرك. وفي خانه الايميل يفضل انك تكتب ايميل نشط، لان الموقع هيرسلك عليه رساله القبول وهيرسلك عليه الشغل المطلوب منك، تمام. بعد كده هتضغط هنا كلمة المرور، ثم تكررها مرة تانية هنا، تمام. وتدخل هنا رقم تليفونك، وهنا تختار اي مدة. مثلا نختار، وهنا نختار only tipping job، تمام. وهنا يفضل ان نختار freelancer، تمام، عشان تتقبل بسرعة في الموقع. وطبعا دي اهم حاجة، وهي خانة brief yourself. هتكتب اي شيء عن نفسك ايجابي، زي مثلا هتكتب انك بتعرف تكتب بشكل سريع، او مثلا بتعرف تكتب ازيد من صفحة في وقت قصير جدا، وهكذا، تمام. ثم تعلم هنا وهنا، ثم تختار انك ذكر ام انثى، ثم تضغط على ريجستر. وبعدين هتنتظر حوالي من 8 الى 12 ساعة وهيجي لك غالبا رسالة القبول في الموقع، تمام. بعد كده الموقع هيرسل لك الشغل المطلوب منك على الجيميل بتاعك او عن طريق الموقع نفسه، تمام. وانا شخصيا الموقع كان طالب مني ان اتكلم عن الضغط الجوي، والتركية اللي انا استخدمتها ان انا خط الموضوع ده وهو الضغط الجوي، وبحثت فيه في جوجل، تمام. ثم دخلت على الموقع ده وهو موقع موضوع، تمام، وخدت الكلام ده كله نسخ بالشكل ده،
تمام؟ ثم عملت نسخ ورحت إلى ترجمة جوجل وعملت ترجمة للموضوع ده من عربي لإنجليزي. ثم خدت الموضوع ده نسخة كده وحطته في برنامج الوورد وظبطت بعض الحاجات زي نوع الخط وحجم الكلمات وهكذا، تمام؟ الحاجات البسيطة خالص دي. بعد كده رفعت البحث ده أو المقال ده اللي كان عبارة عن صفحة واحدة غالبا على الموقع. بعد كده الموقع هيرسل لك أرباحك لي حوالي 7 دولارات مقابل كتابة صفحة واحدة على حسابك في البايبال أو حسابك في البنك اللي أنت دخلتهم في الموقع، تمام؟ يعني الموضوع مش متعب نهائيا وأبسط مما تتخيل، تمام؟ وخلينا أقولك مرة تانية وأكيد لك إن في ناس كتير جدا بتربح مبالغ مالية كبيرة جدا يوميا وشهريا من خلال هذا الموقع ومن خلال الكتابة على برنامج الوورد اللي احنا قلنا ان هو متوفر على جميع الموبايلات وعلى جميع اجهزة الكمبيوتر وحتى كمان متوفر اونلاين، تمام؟ وطبعا انا هسيب لك لينك الموقع وجميع اللينكات المستخدمة في وصف الفيديو. وفي الاخير ما تنسوش انكم تعملوا لايك للفيديو لو انت لسه ما عملتش لايك وتشترك في القناة، واهم شيء ما تنساش انك تفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بننزلها.